أهلا، واضح معاكو هدى مجد. بصحى في نص الليل عشان أبوس كلابي زي المجانين. مش أغرب، بس أنا عندي اسم دلع بكرهه جدا اللي هو دودو. أنا قولولي أي حاجة في الدنيا، هدهد، دودز، أي حاجة، إنما دودو دي بالنسبة لي دي الكارثة. أول ما حد بيقول لي دودو في حاجة جوه عقلي كده بتطفي. عفويتي وتلقائيتي ومش عايزة تتغير. أظن فاطمة الفهرية اللي هي ساهمت في حاجات كتير في الثقافة المرأة المغربية يعني. حاجات كتير قوي كنت بحب ألعب بالحاجات اللي هي المطبخ والباربي والحاجات دي. لعبت كورة زي الأولاد في الشارع، البايسيكل، لعبت اللي هي حاجات كنا مربعة كده ونلعب بيها، السلك، مش عارفة انتوا عندكم في مصر ولا لأ، سلك الأستك. بخاف من الفيوتشر، بخاف من بكرة، وبخاف من دايما عندي افكار مش حقيقيه عن الحراميه وانه ممكن حد يتعرض لي، وتبقى كلها افكار مش موجوده في الحقيقه. ان انا احس ان انا بامتحن، ان انا under judgment، انه في حد بيحكم عليا في حاجه، سواء شغل سواء ده، دي حاجه بتوترني عشان بحس ان انا مش هبقى على طبيعتي. ان انا اطلع مش قد كلمتي، ان انا موفيش بوعدي، ان انا اطلع مش كويسة في نظر نفسي اي شكل من الاشكال. تبدو الإجابة مثالية أكتر من اللزوم، بس هي دي الحقيقة، ده اللي أنا عايزة أعمله. عايزة يبقى فيه charity، شغل، حاجة خير لكل الناس أو المخلوقات العاجزة، أطفال صغيرين، ناس كبيرة متخلى عنهم، كلاب، قطط، معيز، أي حد غير قادر إن هو يساعد نفسه. لو أنا خالدة نفسي أعمل كده. شكراً واضح، كان يوم جميل. شكراً واضح.